دينار اللحوم الحمراء اللي موجوده، نحكيو على تقريبا 50 دينار معنا. 50 دينار ومشكله في الجزائر، تو كي تاخذ كيلو لحم قلتيني ب 20 يوزنك طريف 40 يحشمك، يا ويك تاخذها ما تاخذهاش، تدفعك ال 40 تبقى بلاش. انا بالنسبه للحوت ما ناخذش الحوت غالي، كي نشا الحوت نجي نعمل دور هنا نتفرج مليح، اي نشم هكا نتفرج مليح، نتفرج نملى عيني نشبع بالحوت، نشا العلوش اذا كيفيف نتفرج بالعلوش كل الحم ونروح، نروح شبع هناك وناخذ طرف خبز ونروح، وفي الاخر ناخذ دجاج. توا تقف قدام الفيترينا تاع الحم العلوش وتراه ب 48 دينار و800، شنو تخمم تشري ولا ولا تتعدى؟ لا ماما ما نشريش جامي، باش نشري ب 48 عليه الوين اخويا ب 48 ما يزيدش في العمر اول حاجه، الموضوع ديجا حرام حتى في التبذير حرام. 48 راه 50 50 ونهار الخدم ب 30 يا اخي، نخدم نهار ونص باش ناخذ كرتون الحم انا والباقي كيف باش نعمل؟ اه كيلو الحم يكفيك في العائله ساعه؟ انا يشدك نهار ونص، تتعشى به اليوم تتعشى به غدوه، والغشي الصغير يقعد يستنى، فماش موضوع اخر يعني زايد موضوع مش لازم هكا، مش لازم في اسوام هكا في رمضان. هما قالوا مش يرجعوه 32 يا اخي، هو 48 زاد 2000 ما حلاها تونس، تونس الجديد هذايا كيك تاخذ ما تلقاه زوز يولي دوبل. نتذكروه من العيد لعيد. اه حتى العيد العلوش تو العباد من العيد، من العيد الكبير لعيد الكبير تذكروا فهمت؟ تو يحيى الدجاج وكاو 48 دينار و800 السوم، كيفاش راه؟ باش يقدر عليه يا اخي، اللي خدام واللي زوالي واللي عنده عائله باش يقدر عليه 48 دينار، عنده اربع خشاشر في الدار ولا ثلاث خشاشر فهمت؟ عائله في اربعه من الناس ياخذ كيلو طيب به فهمتني، نهار ونص و... وبعد باش يرجع للدجاج. انا ما ناكلوش اولا فهمتني، ما ياكلوش على خاطر غالي، خاطره غالي ب 48 ما يحبوش. لا لا يحبوا، هو في العيد ياخذ بيعلوش في العيد الكبير، في العيد الكبير يحبوا على خاطر ينوفوا. فما حاجه، فما حاجه لازم تعرفها، اللي في العيد الكبير كي ياخذوا العلوش يتكنجل باش يقعدوا يمدوه فهمتني، في المناسبات هذيا خاطر ما يقدروش باش يشريوه، تجي فرصه برك في العام. والله الاسوام غاليه ياسر، الاسوام كاسحه كاسحه بالقدا بالقدا، ما خلطناش الشيء. وقت اللي تقف قدام فيترينا وسوم العلوش 48 و800، شنو تقول؟ تخمم تشري ولا ما تشريش ولا شو تعمل؟ نتعدى من غير ما نخمم، نقدر نمشي ونمشي نشوف. ما نجم ما غير ما نفكر 48 فهم 48 مش تفكر فيه، مش مثال فيه من التفكير دي ما نمش. ما تخممش يا اخو شطر يعني يطل ولا حاجه؟ مش خاصنا نحن، كنا خلطنا الشطر وين نخلط الشطر؟ كنا خلطنا الشطر هاني تنفرت هاني، كان مش ناخذ الشطر حتى الربع ما نخلطوش كاس على الحمد. الاسلام تاع الحوت غاليه يقولوا هاكا العلوش غالي، واسلام العلوش غالي يقول لك اي هاكا حتى الحوت غالي، شو شيك المواطن؟ شنو الدجاج؟ الاسلام زاد حتى الحوت نتبعوا رخيص، الحاجه اللي تساعدنا تخلصنا. ناخذ الحاجه اللي تساعد. تشري ولا لا؟ نشري مقدر باش نشري، بالاخص في رمضان يلزمك باش تشري شويه لحم، باش تشري دجاج، باش تاخذ شويه حوت. شوية شوية على الأقل قريب 50 دينار سوق. إيه 50 دينار، أنا خديت من أول نهار في رمضان لتوا قصدوا فينا شوية شوية. قداش خديت؟ والله خديت 65 65. أنا عائلة عندي، عندي وليداتي كبار، و احنا نعيشوا خمسة من الناس، المرأة وأربعة وأربعة رجال. ما يكفيكم مش معنا كيلو؟ والله تتصور انت يكفيك بالسيف على الغلو شويه شويه باش تنجم تاكل الماكله، باش تنجم طيب مقرونه طيبه بلاش ما تجيش، طيب كسكسي يجي بلاش ما تجيش، شويه شويه على طريف تنمشوا طريفه. اما الحوت لا تسال عليه، رغم اللي احنا في بنزرت لاني متسمي على الحوت غالي برشا، غالي برشا. الحوت يقولوا هاكا اللحم غالي، واللحم يقولوا هاكا الحوت غالي. والله اسمع تو يحكوا بالنسبه يعني الحوت شفت شفت تو يعني غالي شو غالي. هنا
نحن نحاول هكا رمضان يزم الواحد شهوة رمضان يزم يشتاخ شوية شوية أموها على الأقل. سوم الحمل علوش 48 دينار و800 يعني تقريبا 50 دينار، شريت ولا ما زلت ساعة؟ لا جملة ما نوش علي. تقف قدام فيترينا وفيها السوم هذا شو تعمل؟ قول ربي مع الزوالي هذا كما نقول، وربي يعين الناس الكل. صعبة الدنيا غريت ياسر وربي يهدي. دونك انت ستي ما شريتش في رمضان؟ انا ما نوش علي خاطر موش ضروري بالنسبة لي انا، يعني مش لازم كان ما ناكلوش حوت خير منه، كعبة سردينة خير منه راه لذلك بالنسبة المنفعة. هذا كان ينجم نقول لك انا. نعرفوا لي تونسي يتشهى في رمضان. والله ما نشتيش. واللي ماتت الشهاوي بالاسباب هذه. لا لا باهي القناعة باهية راهي. أنت وين قلت لك ما نفركش عليه باش نشريه؟ الأسوام كيما تعرف طلعت شوية هالأيامات. طلعت شوية بالأخص العلوش طلع برشا 47 و 800. نظرا النقص مش موجود برشا بكثرة ناقص ياسر العلوش. والبقري في المعدل نتاعو نتاع مناول 37 37 و 800 في المعدل هذاك يا اختي. 48 دينار و 800 شكون قادر يشري بالسوم هذا ساعة؟ العلوش والله كعباته برا يشريوا فيه. كعباته برا مش ناس كل. كعبات قليل ياسر. ردود الأفعال نتاع المواطنين وقت اللي راه الفترينة وفيها السوم هذاك معناها. يتفاجئوا 50,000 محسوب فما بلايص بيع بخمسين 50 دينار كيلو لحم علوش. وشنو الأسباب دي ما نحكيو فيها ما مش معروفة الأسباب والمسببات دي ما مش معروفة. برشا ناس توقعت أن السوم باش يوصل 50 دينار وفما شكون كذب، لكن اليوم موجودين وعايشين فيه الموضوع. بيع بخمسين وصل بخمسين في تونس، بيع بخمسين تونس العاصمة بيع بخمسين. بيع ما تقوليش تتوقعوا منه يزيد؟ لا توا ساهي ستوب ما عادش واخر حشاك الضرب ما فيه ما عادش باش يزيد ياغلى أكثر من هكا صعيب ياسر. نرجع للمستهلك توا في عائلة مثلا واحد عنده ثلاثة وأربعة خمسة صغيرات وباش ياخذ كيلو لحم علوش يظهر لي يفوت ال 50 دينار بالطبيعة. جيكو يعمل 150,000 باش ياخذ جيكو 150,000 ياخذ جيكو مع 10 يقعدوا ايه شهر كامل باش تراه. شو باش ياكل الزوالي معناها؟ معاه ربي ما ياكلش. معاه ربي شو نقولوا؟ معاه ربي الزوالي. وفي العاده كنتوا تبيعوا بشويه معناها ب 10 دينارات وب 15 وكل كانت تجيب حويجه وتوا شو تجيب هذو؟ معاش 10,000 ما اجيب شيء. كنا ب 10,000 وب 5,000 وب 6,000 وب 7,000 بيعوا. تاخذ شويه هبره تاخذ شويه كمونيه تاخذ شويه مفروم تاخذ شويه كتلات علوش تاخذ شويه كتلات علوش ب 10,000 يجوها خمس ست كعبات توا زوج كعبات ب 10,000.